على ذكر بقى التطوير والتحديث، واحنا بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة، بنقول ان هو ده الجانب المضيء من عمليات التطوير في المنظومة التعليمية ككل، لان كل حاجة بتتغير دلوقتي وكل الناس شايفة ده. طريقة الامتحانات والمناهج والنظام الجديد اللي هو البابل شيت، كل حاجة بقت بتعتمد على الفكر والابداع، يعني الابتكار والتعلم مش التعليم. الطلبة الحمد لله في امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية التانية خرجوا من الامتحانات مرتاحين، وكانت في بعض الشكاوي القليلة جدا من الامتحان. خلينا سامح دلوقتي نروح نشوف فيديو جراف عن امتحانات الثانوية العامة، كل التنبيهات اللي وجهتها وزارة التربية والتعليم بخصوص الامتحانات، ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم.